في بالك اللي تنجم تحل ستارت اب نتاعك في تونس وتاخذ بيه مليون وخمسة ملايين شهريه من عند الدوله؟ حاجه ما تصدقش ولا ايه؟ في الفيديو اللي فات كنت حكيت على اول حاجه لازم يعرفها اي فيوتور انتربرونور باش يحل ستارت اب نتاعو. كنت حكيت على الخمسه شروط اللي لازم تتوفر باش تتحصل على لابيل ستارت اب نتاعك. الخمسة شروط هذوما موجودين في القانون ستارت اب اكت، قانون في 20 فصل وفي لي ديتايل كل اللي ان جون انتربرونور لازم يعرف. على خاطر نامنوا بالقدرات اللي موجوده في بلادنا، عملنا ستارت اب اكت. ستارت اب اكت. ستارت اب اكت، عالم ستارت اب اكت وما فيه عنده مدخل واحد اللي هو لابيل ستارت اب. كما كومش قاعدين تفهموا برشا شنو هو ستارت اب اكت وشنو هما الشروط هذوما اللي قاعد نحكي عليهم، وزاد كان تحبوا تفهموا شنو اللي موجود في الفيديو نتاع اليوم، مش مشكل ما فاتكم شيء، ندعوكم باش تفرجوا على الفيديو هذا اللي موجود على الشان نتاعي. اما قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، ما تنساوش تعملوا ابوني باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما طابت فيديو جديده. نجموا زادة تستغلوا الكومنت سكشن باش تخليونا اسئلتكم والفيدباك نتاعكم، واذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تعملوا شير. في الفيديو نتاع اليوم باش نحكيوا على لي بريفيليج والامتيازات اللي تحصل عليهم لونتربرونور بعد ما ياخذ لابيل ستارت اب. يعني متاكد لي فما توا شكون قاعد يتفرج فيا وقاعد يقول يا اخي فاش قاعد يحكي، يا اخي من وقتاش في دولتنا الواحد ينجم يستمتع؟ وروسكم يا رجال، فما الامتيازات وفما لي بريفيليج اللي خاصين بالجون انتربرونور وقت اللي يتحصل على لابيل ستارت اب نتاعو. سبرايز. اذا خذا لابيل ستارت اب نتاعو، لان تجي حكايه انه الدوله تعطيك بمليون وخمسة ملايين شهريه لمده عام كامل، علاش القرار هذا؟ باش الدوله تشجعك وقت اللي انت واخو ريسك وتحل في ستارت اب نتاعك، تعطيك اون سيكوريتي فينونسيير لمده عام كامل باش تنجم انت تركز على الديفلوبمون نتاع ستارت اب نتاعك. لافونتاج الاخر واللي نتصور سيرمون برشا فيكم باش يعجبهم هو الكونجي. بيان سور، اذا كان عملت دوموند وخذيت لابيل ستارت اب نتاعك، عندك الحق تاخو كونجي لمده عام كامل وتنجم تجدو مره واحده. كانك تخدم موظف عند الدولة، عندك الحق اوتوماتيكمون في الرخصة نتاع الكونجي هذيا، وكانك تخدم في البريفي في شركة فيها أكثر من 100 موظف، عندك زاد الحق في الرخصة هذي. باهي يا سيدي، نمشيو لورست كيس، نقولوا لا قدر ربي ستارت اب نتاعك فلست وما مشاتش وما عادش تنجم. عندك الحق ترجع الخدمة نتاعك بعد الكونجي في نفس البوست وبنفس السالير اللي خرجت منه قبل ما. حمالتين ولدي. مي هذوما الكل اللي كنت نحكي لكم فيهم لي زافونتاج اي لي بريفيليج وكل راهم مربوطين بحاجه اساسيه، انك تاخو لابيل ستارت اب. مش تمشي تقول يا سيدي باش نحل مشروع وهذوما الكل تو يهبطوا علي، لا، راهم الاول لازمك تعمل بوستولي على السيت ستارت اب اكت، تحضر فكره باهيه وتمشي تعمل البيتش نتاعك قدام شوري، وبيان سور من بعد تاخو لابيل ستارت اب وقت اللي الشركه نتاعك تكون اوفيت بالخمسه شروط اللي حكيت فيهم في الفيديو اللي فات. Finalement, ما نجم نقول كان ميرسي بوكو للناس اللي تبع فينا على الكوفي شو، ميرسي انورميمون على السبورت والفيدباك نتاعكم. الحقيقه فرحانين برشا بالاسبي كوميونيتير اللي ماشي فيه البراند نتاعنا، وفرحانين ياسر ياسر بالانجيجمنت نتاعكم معنا. كالعاده ما تنساوش باش تعملوا لنا ابوني باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما طابت فيديو جديده. كان عجبتكم الفيديو اعملوا نجام، وما تنساوش احلم البعيد.